مريم مرزخاني، أول امرأة تنال ميدالية فيلدز في الرياضيات. يقول ألبرت أينشتاين: أنا فنان كفاية لأرسم في مخيلتي. الخيال أكثر أهمية من المعرفة. المعرفة محدودة، الخيال يطوق العالم. علم الرياضيات من أصعب فروع العلم، وربما قلة هن النساء اللاتي عرفن عالميا بهذا المجال. لكن دائما ما يحدث أمر يغير نظرتنا للأشياء وربما لأنفسنا وما نحمل من أفكار وثوابت، ويبرهن عمليا على أن المستحيل لا يكمن إلا في عقول تنقصها القدرة على التخيل وإرادة التنفيذ، ولا علاقة لذلك بالجنس ذكر أو أنثى. مريم مرزخاني هي عالمة رياضيات إيرانية، ولدت في طهران 3 مايو سنة 1977 ميلادي، وتوفيت بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 15 يوليو 2017 ميلادي. اشتهرت كأول امرأة تحصل على الرياضيات الهندسية للأشكال غير التقليدية ونظرية أرجوديك، وحصلت على ميدالية فيلدز العالمية في الرياضيات سنة 2014 ميلادية، تقديرا لدورها في فهم تناظر الأسطح المنحنية، خاصة وبحثها عن سطوح ريمان التي تمثل أشكال رياضية يمكن تحليلها بواسطة الأعداد المركبة. درست مريم مرزخاني بمدرسة فازنجين الثانوية بطهران، والتحقت بالمنظمة الوطنية للتنمية، وتلقت الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات الدولي نودت المواهب الاستثنائية عام 1994 وعام 1995، كما حصلت على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة شريف التكنولوجية بطهران سنة 1999، وبعدها حصلت على الدكتوراه من جامعة هارفارد عام 2004 في الوقت الذي كانت تعمل فيه كباحثة بمعهد كلاير للرياضيات وأستاذة مشاركة في جامعة برينستون. بدأت مريم عملها كأستاذة رياضيات بجامعة ستانفورد في 2008، وتابعت مسيرة إنجازاتها بحصولها على جائزة بلومنثال من الجمعية الأمريكية للرياضيات سنة 2009، وجائزة الجمعية الرياضية الأمريكية في 2013، وجائزة معهد كلال للرياضيات في 2014، بالإضافة لانتخابها كشريكة أجنبية بالأكاديمية الفرنسية للعلوم، ومثلت أول امرأة إيرانية تنتخب للأكاديمية الوطنية للعلوم في مايو 2016، وانتخبت عضوا في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم في 2017. مريم مرزخاني أحد الناجين من سقوط حافلة نقل طلاب من جامعة شريف للتكنولوجيا، توفي خلالها 7 طلاب في رحلة عودتهم من الأهواز. تزوجت مريم من يان فون دراك، عالم الرياضيات التطبيقية والأستاذ بجامعة ستانفورد، وأنجبا فتاة تسمى أناهيتا، وتوفيت في 40 من عمرها بعد صراع لمدة 4 سنوات مع سرطان الثدي.